مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد البيضاويين يعتبر من بين أكبر الديربيات على المستوى المغاربي والقاري. الرجاء يستقبل غريمه التقليدي الوداد يوم السبت 2 أكتوبر 2019 على الساعة 7 مساء بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء برسم ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وبهذا الخصوص إليكم تاريخ المواجهات بين الإخوة الأعداء. الرجاء البيضاوي انتصر 42 مباراة، بينما الوداد انتصر في 36 مباراة. الفريقين تعادلا في 63 مباراة. سجل الرجاء 129 هدف، سجل الوداد 112 هدف. أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين سجلت عام 1995 وكانت لصالح الرجاء البيضاوي بخمسة أهداف لهدف. فمن في نظركم سيتفوق في هذا الديربي، الرجاء أم الوداد؟